إذن مشاهدينا، هذه الصور هي صور حية ومباشرة الآن من ميدان التحرير في القاهرة. وهناك نرى قنابل مسيلة للدموع ترمى على عدد من المعتصمين الذين كانوا يتواجدون في ميدان التحرير، وهنا عملية تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع طبعا من طرف القوات الأمنية المصرية. وينضم إلينا الآن من القاهرة شريف فؤاد مراسل العربية. شريف، في حين تحدثت الأنباء عن عودة الهدوء النسبي بعد تدخل إمام مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، نرى بأن ربما بعض المواجهات قد اندلعت من جديد. الصورة التي نقلتها العربية الآن حنان هي أمام مدخل شارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية، وهنا منذ الأمس تدور الاشتباكات. قوات الأمن بعد أن دخلت في ساعة يعني مبكرة من مساء الأمس إلى ميدان التحرير لرد محاولة يعني تقدم الثوار والمعتصمين إلى وزارة الداخلية، عادت مرة أخرى للتمركز في شارع محمد محمود لمنع وصول المحتجين إلى وزارة الداخلية. كل الاشتباكات التي تدور منذ ذلك التاريخ أو منذ هذه الساعة وحتى الآن هي تدور في هذا الشارع. يبدو حسب شهود عيان تحدثت إليهم الآن من بين المتظاهرين، هناك حالة من الخوف والهلع تنتاب الثوار من محاولة تقدم الأمن لإجبارهم على ترك ميدان التحرير، فبالتالي يتقدمون هم لتأمين مدخل شارع محمد محمود. نعم. طيب شريف، فتحدث هذه المواجهات ظنا من رجال الأمن أن هناك محاولة لاقتحام الوزارة. أما في الميدان نفسه ليس هناك ثمة اشتباكات في الحديقة الوسطى. طيب بخصوص الاتفاق الذي توصل إليه إمام مسجد عمر مكرم والقوات الأمنية، هل لديك أي تفاصيل بخصوص هذا الاتفاق؟ على ماذا ينص تحديدا؟ نعم، كان هذا الاتفاق ينص بعد أن فوض عدد من القوى الموجودة على الأرض الشيخ مظهر شاهين وأربعة ممثلين عنهم للتفاوض مع رجال الأمن أن يسمح لهم بالاعتصام في ميدان التحرير وفي الحديقة الوسطى دون أن يقوموا هم بمهاجمة وزارة الداخلية أو محاولة رشقها بالحجارة. الاتفاق بالفعل دخل حيز التنفيذ شريطة أن يتواجد رجال من القوات المسلحة لتفصل في مدخل شارع محمد محمود بين قوات الأمن وبين المتظاهرين، إلا أنه مع الساعات المبكرة من صباح اليوم حدث خرق لهذا الاتفاق. الروايات تضاربت في هذا الشأن حنان، فيما تحدثت رواية عن أن هناك بعض البلطجية قد هجموا المعتصمين من مدخل شارع محمد محمود والشيخ ريحان، تتحدث روايات أخرى عن أن المعتصمين قرروا مرة أخرى مهاجمة وزارة الداخلية، مضطر قوات الأمن للتعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع. الصورة كما تظهر هي لميدان التحرير ليس به ثمة اشتباكات. نعم. الاشتباكات طيب تحدث في شارع محمد محمود الذي على بعد مئات الأمتار من وزارة الداخلية، ويبدو أن رجال الأمن لديهم تصميم على عدم السماح للمعتصمين بالوصول إلى مقر الوزارة مهما تكلف ذلك من إصابات أو حتى وقوع ضحايا حنان. طيب شريف، بخصوص عدد القتلى الآن للشبكات الأمس، هل ما زالت الأرقام على حالها بالنسبة لوزارة الصحة التي قالت بأنهم 10 قتلى بينما تضاربت الأنباء في الصحف والوكالات الأجنبية وأيضا المصرية؟ نعم حنان، يبدو أن وزارة الصحة في آخر إحصاء أو بيان رسمي لها هي فقط لا تذيع إلا عدد القتلى والمصابين الذين يصلون إلى المستشفيات، فما وصل إلى المستشفيات وموجود الآن في مشرحة زنهم تحت تحفظ النيابة العامة حتى يتم الانتهاء من تشريح الجثث وبالتالي معرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، وزارة الصحة تتحدث عن 10 قتلى. أما المستشفى الميداني وبعض الناشطين يتحدثون عن 15 قتيلا سقطوا في هذه المواجهات، يبدو أن بعض الجثث أو جثامين القتلى لم تصل إلى المستشفيات ومن هنا التضارب. النشطاء يتحدثون عن 15 ووزارة الصحة تتحدث عن 10 فقط، إضافة إلى 300 مصاب في هذه الأحداث حنان. شكرا لك شريف فؤاد مراسل العربية، كنت معنا من القاهرة.